أحد الأخوان يسأل ويقول: لقد حدث أخيرا ما يؤسف له حقا وهو فكر العزلة والدعوة إليه، مع العلم أن من يدعو إلى هذه العزلة يحتج بعزلة الإمام مالك، ويقول: لقد كانت العزلة بين الصحابة ثم بين التابعين ثم بين تابع التابعين، ما مدى صحة هذا القول وما هو مفهوم العزلة في دين الله سبحانه وتعالى؟ ما أظن هذا حدث، ما حدث أي شيء، هذا مبالغة في القول. وأما ما يقال عن مالك فالله أعلم به.